نحن جئنا لكي نتناول موضوع المقايضة، كيف تتم هذه العملية، لأن نحن نعتقد بأن هذا الأسلوب سيعطي ديناميكية جديدة للولايات الأربع الجنوبية، تندو، أدرار، تمراس، الإنجليزي. ستكون هناك حركية، خاصة أن السادة الولاة في هذه الولاية هم الذين يشرفون على العملية وهم الذين يقومون بإدارتها، وبالتالي نعتقد بأن حسن الإدارة بين هؤلاء الولاة الأربعة والتنسيق فيما بينهم سيؤدي إلى نتائج إيجابية، سيؤدي إلى حركية تجارية، سيؤدي إلى عملية تبادل. خاصة لا يخفى عليك بأن هذه الولايات الأربعة خاصة الإنجليزي أن كثير من أبناء عمومتهم موجودين في الضفة الأخرى.